دشنا اليوم أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف بمقاطعة حراز البيار مركزا صحيا تكرمت ببنائه منظمة قطر الخيرية لأهالي هذه المنطقة، كان ذلك بحضور المسؤولين الإداريين والأهالي. تقرير عبد الله إبراهيم شرف الدين بصوت الزميل محمد عثمان بشير. إن توفير الصحة للمواطنين لهو أمر ضروري ويعد من أولويات الحكومة، لذا جاء تسليم وتسلم مفاتيح المركز الصحي الذي تم بناؤه من قبل منظمة قطر الخيرية، وتم تسليم هذا المركز إلى وزارة الصحة العامة التي تسهر دوما لتحسين وراحة المواطنين. في كلمته شيخ القرية محمد بشارة عبر عن شكره العميق للمنظمة القطرية وأثنى على جهودها الرامية في تحسين الوضع الاجتماعي والصحي للمواطنين بالقرية. كما أضاف محافظ محافظة حراز البيار حسن آدم بأن الحكومة التشادية تسعى دوما إلى جلب الأدوية والأطباء وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين. من جانبه مدير منظمة قطر الخيرية عبر عن سعادته بالدور الكبير الذي لعبته المنظمة. ويندرج تسليم هذا المشروع للوزارة المعنية في إطار العلاقات الجيدة والتعاون الاستراتيجي الذي تسعى قطر خيرية إلى تمتينه مع الحكومة التشادية وخصوصا وزارة الصحة العامة. ويبلغ المساحة الإجمالية للمركز بأكثر من 250 متر مربع، وبلغت تكلفة بناء هذا المركز أكثر من 75 مليون من الفرنكات الإفريقية. أمين الدولة في الصحة العامة نشد بدوره جميع سكان القرية على ضرورة الاهتمام بالصحة. إنه من أجل تحسين نوعية العلاج والاستجابة لاحتياجات السكان في المجال الصحي، فإن وزارة الصحة لم تتوقف خلال هذه الخمس سنوات الأخيرة عن بناء المستشفيات وتجهيزها بالمعدات الطبية الحديثة. نهاية هذه المناسبة كان عبر توقيع محضر تسليم وتسلم، ومن ثم قص الشريط إذانا ببداية العمل في المركز. وبعدها قام الوفد وبمعيته أمين الدولة في الصحة العامة بزيارة تفقدية بمختلف الأقسام والإدارات التابعة لهذا المركز الصحي.